يعني العصائر يعني زي ما قلنا ايا كانت نوعيتها، ذكرنا دائما بالاجازه والصيف والرحلات البحريه المختلفه اللي يبدو ان هذا الصيف راح تكون العنوان العريض في صيف السعوديه. تنفس لاول مره في المملكه اللي حتطلق الهيئه السعوديه حتى يكتشفوا كنوز البحر الاحمر وبيئته الساحره. طيب اكثر عن هذه الخدمه الجديده بينضم لنا من الرياض فهد بن محمد العبيلان. اهلا وسهلا فيك معنا، يسعد صباحك. اهلا وسهلا. الله يحييك. يا هلا وسهلا. الله يحييك ويسلمك. يا اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. استاذي، تشهد السعوديه نقله نوعيه في النشاط السياحي هذه الايام منذ انطلاق صيف السعوديه او تنفس روح السعوديه، كيف تشوف هذه الخطوه؟ الحمد لله، طبعا يمكن كلنا مطلعين الايام هذه على النشاط السياحي الداخلي. وزارة السياحة مشكورة دشنت العديد، والهيئة السعودية للسياحة أيوة. العديد من الفعاليات والبرامج صحيح. تحت شعار روح السعودية تنفس. أحد المنتجات اللي الآن نترقبها إن شاء الله بنهاية شهر أغسطس اللي هو تدشين أول رحلة كروز سياحية في البحر الأحمر. حلو. وأكيد هذا طبعا بيكون في نقلة نوعية للخدمات السياحية المتوفرة في المملكة العربية السعودية، واللي تستهدف في الوقت الحالي السكان في المملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين. طيب في رأيك إلى أي مدى يعد إطلاق هذه الرحلات، رحلات الكروز، إضافة للنشاط السياحي في السعودية؟ يعني إحنا تعودنا نطلع برا علشان نعيش هذه التجربة، فحلو أن تكون في السعودية. صحيح. الحمد لله طبعا المطلع على السعودية أو تضاريس المملكة العربية السعودية من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها، الهيئة السعودية للسياحة دشنت 10 وجهات سياحية في موسم صيف السعودية. ساحل البحر الأحمر يمتد من شماله إلى جنوبه تقريبا حدود 3400 كيلومتر. يمكن اللي زار بعض الشواطئ الموجودة على الساحل تزخر بالعديد من المناظر الجميلة، الشعب المرجانية التي تضاهي العديد من البحار والشواطئ على مستوى العالم. اليوم تدشين مثل الرحلات يعتبر لبنة أساسية للاستثمار في هذا المجال، وتدشين العديد من مراكز الإيواء أو الفنادق أو كذلك الفعاليات المصاحبة. الجميل إذا يمكن دائما أتوقع كثير من الناس وكثير من المشاهدين عرفوا عن الرحلات البحرية وعرفوا أنه في تدشين للكروز، بس إذا تسمحين لي بتكلم عن الكروز، إيش اللي ميزه اللي بتدشن في آخر شهر أغسطس؟ السفينة البحرية اللي بتجي إن شاء الله هي من أفضل السفن اللي تتبع لشركة معروفة. السفينة طبعا بحد ذاتها فازت بجوائز عديدة، كان من أفضل السفن كخدمات فاخرة في سنة 2019. الباكج أو القيمة اللي بيدفعها أي شخص بيروح للسفينة هذه فيها العديد من الخدمات المصاحبة، يعني جميع فيها أكثر من فيها تقريبا حدود 8 مطاعم، واحد منهم ماخذ منها ماخذ فيها ميشلان ستار. حلو. الأطعمة والمشروبات داخلة في موضوع الباكج على 24 ساعة. ممتاز. في خادم شخصي لكل سويتس موجود. حلو. اللي يمكن زار الكروز، وانت تكلمت قبل شوي قلت انه في كروز دائما الواحد يروح برا ويشوفها، دائما الكروز في انواع متنوعة. صحيح. تمام. يمكن هذا النوع اللي تكلم عنه فهد هو نوع البرنسيس، في ديزني وفي البرنسيس وفي انواع معينه يمكن من هذا الجانب، بس اذا يسمعنا فهد بالاضافه انه تمام ايوه تفضل. يعني فهد لو سالتك انه كيف تشوف اهميه هذا النشاط السياحي اللي قاعدين نشهده الحين في تنميه الاقتصاد والناتج المحلي للدوله، وبالاضافه الى مستوى يعني تنشيط اقتصاد الافراد وفرص العمل، لان في 2011 يمكن في امريكا يمكن 30 مليار دولار كانت الايرادات في سفن الكروز، فهذه كيف تشوف الفرص العمل عندنا والتنشيط الاقتصادي؟ طبعا اكيد في العديد من الدول على مستوى العالم يشكل الجانب السياحي هو الرافد الاول للاقتصاد وعلى الناتج المحلي. الحمد لله المملكة العربية السعودية في سنة 2019 تم تدشين الفيزا السياحية والتأشيرة السياحية. صحيح. كان الحمد لله المملكة العربية السعودية كان نسبة القطاع السياحي للناتج المحلي تشكل أعلى نسبة مقارنة في الدول المجموعة العشرين من ناحية نسبة النمو.
فالحمد لله اكيد مع تدشين العديد من الديستنيشن او المرافق الموجوده او المدن او الخدمات، هذا بيشكل بعد كبير وبيخلق وظائف جديده للشباب والشابات السعوديين في المجتمع. أكيد. كذلك الفعاليات المصاحبه، والتحدي الاكبر انه تحويل هالانشطه والاعمال من اعمال وانشطه موسميه الى اعمال وانشطه مستدامه. حلو. وهذا طبعا يتم بمنظومه متكامله تاتي من المنظمه اللي هي وزاره السياحه والهيئه السعوديه للسياحه، تاتي من رجال الاعمال والشركات اللي صحيح. في القطاع، وكذلك تاتي من نفس المستهلكين او المسافرين للاستمتاع، وان شاء الله تدخل السعوديه والمملكه السعوديه من منظومه الدول الجاذبه للسواح ان شاء الله ما يتوفر فيها من تضاريس وثقافات مختلفه ان شاء الله. طيب في ظل ازمه كورونا كيف بتقدرون انه يعني تسيطرون على الوضع، انه الاجراءات الوقائيه اللي قاعده تصير، عدد الناس اللي بيكونون في هذا الكروز، الاشياء كثيره يعني بتكون سؤال في ذهن كل واحد يبغى يحجز فيه بشكل سريع لو سمحت. صحيح. طبعا اكيد طبعا اليوم الحمد لله بتعاون مع جميع الجهات وكذلك وزارة الصحة تم تدشين العديد من البركوشز أو الإجراءات الاحترازية للأخذ وأخذها بعين الاعتبار لأي واحد أيوة. بيكون أحد زوار للسفينة، ففي فحص للحرارة، في فحص البي سي آر. وهل في شرط أني أسوي فحص كورونا مثلا إذا طلع أنه النتيجة أنه ما في؟ هذا من ضمن الإجراءات اللي بتتم في محطة حلو. الانطلاق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ممتاز. وبيتم التعاون مع أكبر المستشفيات في السعودية لعمل هذا الإجراء إن شاء الله. طيب. والأخذ بالاعتبار. فهد سؤال أخير، كم يوم أقدر أروح يعني أسوي هذه الرحلة؟ كم يوم أقعد في الكروز؟ يعني نعرف أوروبا أنه تقعد أقل شيء أسبوعين، في هذا الكروز اللي في السعودية كم يوم أقدر أقعد؟ لا، في أوروبا هي من 6 أيام إلى أسبوعين. حنا طبعاً بحكم بتنطلق هي من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. أيوة. وفي عندنا نوعين من الرحلات، في رحلة 4 ليالي وفي رحلة 3 ليالي. ممتاز. رحلة 4 ليالي بتروح لرأس الأبيض، بعدين تروح النيوم، بعدين ترجع مرة ثانية هذه 3 ليالي. 4 ليالي يضاف عليها بالإضافة شاطئ أملج بحيث النمر عليها في الكروز. شكرا فهد، يعني كان ودنا ناخذ منك معلومات أكثر، كان ودي أخذ منك معلومات أكثر، يعني ودي أعرف أكثر، ودي أروح هذه الرحلة. فهد الله يعطيك العافية. ولكن الوقت يعني شوي، إذا ما رحتي للرحلة يعني أنا بحاسبك يعني لا على التفاصيل اللي أخذتيها من عنده. أكيد، يعني أنه تبي تعرف كم ليلة، أنه السعودية صحيح فعلا صحيح. غنية بالأماكن الحلوة اللي ما قد زرناها، دائما أتوجه لبرا، لكن إن شاء الله بإذن الله أول ما يفتحون والدنيا ترجع طبيعية أكيد بكون من أول الناس.